خلصنا يمكن من إجازة العيد، وكمان يمكن إجازة الصيف كانت لمدة شهرين، وفي بلدان إجازة 4 شهور، ولكن الأسبوع الجاي إن شاء الله الأولاد بيرجعوا المدارس. أتوقع الأهالي كلهم مبسوطين أكثر من الأولاد، لكن الروتين اختلف كثير. طبعا مشاهدينا، بعد هذه الإجازة وأخذنا راحتنا بالعيد وأكلنا اللي يعني على أخذنا راحتنا بموضوع الأكل والحلويات، صار الوقت أنه إحنا نرجع لنمط الحياة الصحي، وهذا اللي رح نتكلم عنه مع اختصاصية التغذية والصحة لما نائلي. صباح الخير. أهلاً سعيد، كيف همتكم على العودة للحياة الصحية والرشاقة؟ موجودة والله. لا إحنا متحمسين نرجع، بس يمكن هو الأطفال أصعب عليهم، يعني يمكن فترة الصيف كانت طويلة، في ناس سافروا، في ناس راحوا كام، في ناس اختلفت يعني الحال صيف من طفل لآخر أكيد، ولكن روتين إن هم يرجعوا للمدرسة والأكل الصحي يمكن هذا الصعب اللي إحنا نرجع لهم. إن شاء الله اليوم بخمس نصائح اللي إحنا نعطيهم لح نقول لهم كيف ممكن نحن نرجع نحن وعائلتنا وأولادنا وحتى الأشخاص اللي بدهم يرجعوا على عملهم. أول شيء التحضير المسبق، أول نصيحة هي التحضير المسبق لأطباقنا ولفطورنا ولحتى اللانش بوكس والغداء اللي بناخده معنا على شغلنا أو حتى لأطفال على المدرسة. اللانش بوكس اللي بياخدوها كتير مهم نحضرها قبل بيوم. يعني هاي أول نصيحة، أنه نروح نشتري لانش بوكس مناسب، الأوعية المناسبة اللي هي حتى بتتسخن فيها، كرمال نحن نكون جاهزين ونحضر. ممكن نحضر قبل بيوم الوجبة يلي بدنا ناخدها، أما الأشياء اللي بدها تقطيع والشغلات اللي بدها تحضير ممكن نحضرها بالويك أند. يعني كتير سهل ممكن أنه نقطع خضرة مثلا لطبخة الأسبوع، قطع خضرة اللي هي بتتحمل أنه تنحط بالفريزر، ونقطع الدجاج نحطه بكياس جاهزة ننزل فورا نطبخ بطريقة أسرع، خصوصي للأمهات اللي بيشتغلوا. صح. يعني نجهز هاي الأساليب السهلة يلي بتوفر علينا وقت كمان. نعم. هاي أول نصيحة. حلو، في نصيحة ثانية؟ النصيحة الثانية، هنا خمس نصائح. النصيحة الثانية، نحن بالصيف تشمسوا الأشخاص، تعرضوا للشمس وأخذوا ممكن كافيين أو أخذوا يعني قهوة كتير وحتى مشروبات غازية، فقدوا كتير من سوائل جسمهم. هلأ ثاني نصيحة، نرطب جسمنا ونرجع لعادتنا الصحية بشرب الماء. نحط زجاجات مي بكل أنحاء المنزل، بحيث وين ما تحركت هاني يكون عندك مي، بالسيارة تاخذ معك وين ما رحت نحط مي، ونجيب كمان عبوات للأطفال، وننتبه أنه تكون هي العبوات مخصصة لإعادة التعبئة للأطفال. حلو. أو حتى منجيب نشتري الصغار ياخدوا معهم ويكبوهم. تمام. يعني هي كمان شغلة كتير مهمة وكتير صحية. وأنا بدي أقول اليوم نصيحة، أنه لون البول كتير بيدل على حالة صحة الإنسان. وإذا كان هو مائل الأصفر، كل ما كان مائل الأصفر يكون نحن ما عم نشرب مي مزبوط، أو ممكن نحن حتى لو عم نشرب مي وعنا لون بول أصفر لازم نحن نراجع فورا الطبيب، ممكن يكون عنا مشاكل بال كلا. كل ما كان مائل الأبيض كل ما صحتنا أفضل. نعلم أولادنا كمان هذا الشيء حتى يشربوا مي أكثر وينتبهوا على صحتهم أكثر. والله تمام، هذه نصيحة رقم 2. طيب نصيحة رقم 3. نصيحة رقم 3، نتحرك ونرجع نسجل بأي نشاط رياضي لأطفالنا وإلنا، بحيث نقدر نعمله. يعني مو معقول أنا سجل بنادي بعيد عني ساعة، بحيث مرة روح ومرة اتكسل. أكيد. لازم يكون شيء قريب. لازم يكون شيء قريب، أو ممكن نعمل نشاط رياضي مع أولادنا بالمنزل، ممكن نسجل أولادنا تايكوندو، سباحة، هلا الطقس إن شاء الله بيتحسن، سجل خيل، سجل نشاط رياضي. حتى فينا إذا أشخاص ما عندهم القدرة يشتركوا بنادي أو يسجلوا أولادهم، ممكن نحن نلعب مع أولادنا ونحرك حالنا، ينزلوا يلعبوا كورة الأولاد. يعني كلياتنا كنا الحياة بسيطة، كلياتنا كنا نلعب هيك وطلعنا ممتازين وصحتنا رائعة صراحة. النصيحة رقم 4، تنظيم النوم. هاني كيفك مع النوم؟ والله يعني حقيقة يعني انا على اعتبار انه ما كان سالتك انت مو ما كان عندي اجازه، بس بالاجازات تتلخبط صراحه، واصير تجيني حاله عناد، ما ابي انام، ما بدك تنام، اجبر نفسي عشان ما تضيع الوقت. انا اشتغل كل شيء. هلا كثير مهم ننظم نومنا ونرجع ننظم نومنا ونفيق بكير لحتى نروح على شغلنا واحنا مرتاحين، والاطفال تروحها مدرستها وهي بصحه وعافيه. صح. تنظيم النوم بنظم كل هرمونات الجسم وبنظم الميتابوليزم الحرقي اللي انخفض خلال فتره الصيف والاجازه، والحرق هو اللي بنظم حرق الدهون وحرق السعرات الحراريه. وكثير مهم اخر نصيحه رقم 5، ناخذ لجسمنا صوره بعد ما طلعنا من الإجازة. أوكي. إذا نصحانين. ألو.
وناخذ مقاسات جسمنا، لانه الوزن اخر همنا، ما بيهمنا الوزن، بيهمني مقاس جسمي وقد ايه عندي، لانه الشيب، الشكل، الشيب، لانه كمان الميجرمنت هي دليل قد ايه عندك فات. يعني ميزان هذا ارميه ما استخدمه؟ ميزان العادي ما بتستخدميه، بتستخدمي البودي انالايزر. يكب من جد، يكب يعني. إيه أكيد. أنت بس ذكرتي واحدة من النصائح، نصيحة حلوة اللي هو حق النوم. في كثير يمكن أمهات متى لازم تعود أطفالها على النوم، يمكن قبلها بيومين يقول لا أنت لازم تنام بدري لأن لازم خلاص المدرسة بدأت، بس هو فعليا ما يقدر ينظم نومه في يومين. إيش المدة المناسبة إنه إحنا نبدأ نومهم بدري عشان يكون في سلاسة في الموضوع؟ أكيد من 5 لـ 6 أيام هو الوقت الكافي إنه نحنا نرجع لروتين النوم البدري. نحنا أول شيء نعشيهم بكير، ونحنا نحاول نام معهم بكير، مو يعني نحن نسهر نروح ناموا. أو كمان تناول اللبن، تناول المشروبات المهدئة مثل الكامومايل ممكن، ومن بعد القهوة والشاي عن ساعات الليل كرمال نقدر نحن كمان نقدر إنه ننام هاني. تناول الكافيين العالي بصحصح وتخفيض الإضاءة، لأنه بينفرز الميلاتونين وهو هرمون اللي بيساعدنا على النوم. وقت نحن بنخفض الإضاءة وبنشرب شيء دافي، ناخد ممكن يوغرت، ونقوم نحضر فطورنا كمان مشان بس نفيق الصبح مستعجلين. ناخذ الجرانولا مع لبن، ناخذ المأكولات الصحية. حلو. وممكن ناخذ اولادنا يعملوا تسوق صحي هلا عشان وقت يروحوا على المدرسة يكونوا منتجات صحية موجودة عندهم. لما في اطفال بطبيعتهم في الصبح ما يحبوا ياكلوا، يعني اول ما يصحوا من النوم ما ياكلوا، وانا بنتي منهم يعني متعبين، فايش في وجبة صحية تكون بسيطة بس انه تقدر تاكلها وما تعتبر بالنسبة لها وجبة؟ هلا ممكن نحن نقطع لها البنانة على شكل هابي فيس، او ممكن نعملها بالاوتس، نعملها أوت ميل، أو نعملها بانكيك بين الأوتس. أنا هذيك المرة عملت لأبني موزة تكون كتير مستوية، نحط معها بيضة، نحط معها رشة كتير صغيرة فانيليا، ملعقتين طعم حليب. أوكي. لأنه حتى تقدري تخلطيهم وعمليهم بانكيك. هذا البانكيك أصلا حتى لنا هاي بروتين، لو كاربس، فيري هيلثي، فيري يومي، وما محتاج سكر. وتحط عليها عسل ولا إيش؟ بس تصير البانكيك حطي عليها شوية صغيرة عسل وعملي هابي فيس، ممكن ترسمي بأي شيء. أنا أكلها هذه. شكرا لما يعطيك العافية. بس مداخلة. أيوة تفضل. عشان النوم، إنه الأطفال مثلاً، أغلب الأطفال أو أي شخص إذا ما شبع نوم، إذا ما قعد هو شبعان نوم، ما راح يأكل، ما راح يفطر. أوكي. فكل ما كان الإنسان أو الطفل شبعان نوم راح يفطر عادي، لأنه النوم له علاقة بهرمون الليبتينج وغريلين، هرمونات الجوع والشبع. أيوة والله. انتظم النوم انتظموا هرمونات الجوع والشبع. في ممكن صح، ولكن في أطفال أكيد صعبين. لما في شيء اسمه بيكي إيتر، بيكي اللي هي إيترز. فعلاً ما تأكل أكيد. طول اليوم كان نامت مختلفة. بنصحك تاخديهم تسوق، هم يتسوقون. صح صح، هم يختاروا أكلهم. وممكن لما إحنا الأيام القادمة نتكلم عن النوم وأفضل يعني طقوس النوم، طريقة النوم المناسبة، الأغذية المحفزة على النوم صحي ومتين. شكراً يا لما. شكراً لكم، يعطيك العافية. تسلمي. احنا حنروح لفاصل، بعدين حنشوف كيف ممكن نصمم غرف نوم للأطفال بأقل تكلفة ممكن. يمكن هذا التنين هو يمكن أكيد راح تكون معنا زينة الحوت، معها تفاصيل أكثر. وهذا التنين أعتقد إذا كان بغرفة يعني طفل مخيف، أنا شايفه ما حيساعده على النوم والله. لكن نشوف هذا منو، جزورة ولا مين هذا؟ يلا